عن الوعي. ليك انا واثقه انه ريشي اخذها على المشفى، بس وقت عم دق له مامي رد عليه، ونحن بالبيت كلنا خايفين عليه. هلا لازم نعرف اي مستشفى هنن راحوا. مستشفى؟ لا تاكلي هم، رايحه لهنيك انا عن اذنك. ايه ماشي. شو صاير؟ كل شيء كل شيء تمام، ريشي اخذ لاكشمي على المشفى. ليش شو صار له؟ ريشي اخذ لاكشمي على المشفى هلا وانتي بتقولي لي كل شيء تمام؟ شو صار له؟ شو انت زوجة للمريضة شي؟ لا. يعني انت مو زوجة؟ لا. بس انت يلي جبتها لهون وعملت مشكلة مع مرت المسؤول مشان تنقص حياته فوق هاد، انت كمان مصاب مو هيك؟ اذا هي مانا مرتك شو بتعني لك؟ كل شي. شو بدي ساوي؟ لهلأ ما في أخبار عن أختي لاكشمي وما حدا عم يرد علي، هي ما عم ترد علي ولا حتى ريشي وحتى أيوش. ليش ما عم يدق لي أيوش؟ إذا كان بيعرف شي عنهم على القليلة لازم يتصل، لأنه أنا وثقت فيه كتير. هو وعدني إنه ما رح يخلي لاكشمي وريشي يفترقوا، ومع هيك ما عم يرد علي وما عم يدق لي. أيوش منيح إنه دق. مرحبا، شو الأخبار؟ عرفت أي شي عن أختي؟ شالو، في خبر سيء وما نو حلو. شو اتفقوا على زواج لاكشمي؟ أيوش لا، هي ما رح تتزوج أبداً. أنت وعدتني مزبوط وأنا وثقت فيك، وأنت وعدتني أنه ما رح تخلي ريشي ولاكشمي يفترقوا أبداً. لازم نعمل أي شيء. شو رح نعمل؟ شو رح أعمل؟ شو بدي أعمل؟ شو أعمل؟ شالو اهدي بس، اهدي شبك. اسمعي شو رح أقول، قاعدة عم تعيطي وتبهدليني بدون ما تسمعي. هنن ما اتفقوا على زواج لاكشمي أبداً. لا تاكلي هم. الشابية اللي كانت رايحة لحتى تشوفه وتتعرف عليه ساعدته لحتى يتصالح مع مرته، وهلأ رح يتزوجوا مرة تانية. بس خبر انه اختي ما رح تتزوج هو خبر حلو كتير، فليش عم تقول انه في خبر سيء؟ احكي يلا لشوف. ايه بصراحة شالو، الفندق يلي راحوا لاكشمي وريشي يحضروا فيه العرس صار فيه حريق كبير. شو؟ صار حريق؟ انت